حدث هو الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية. القوات المسلحة تنظم المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية العام المقبل. شهيدان في قصف إسرائيلي شمالي غزة، ودحلان يطالب عباس بالإقلاع عن الغموض والتردد وإعلان إنهاء الانقسام الوطني. والكرملين يؤكد أن عملية إنقاذ سوريا قد انتهت وأن موسكو ستواصل دعم الحكومة الشرعية السورية. انتهينا، نحييكم أينما كنتم وإلى جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه الجولة، حيث نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان تنظيم المعرض المصري الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس، الذي ستجرى فعالياته خلال المدة من 3 إلى 5 من ديسمبر 2018. بعد هذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، والذي سيتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية في مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها. إيدكس 2018، المعرض المصري الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية. هذا ما تم الكشف عنه في المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن المعرض الذي سيقام العام المقبل من 3 وحتى 5 ديسمبر. المعرض الذي سينظم بمركز مصر للمعارض الدولية يشارك فيه كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كحدث هو الأول من نوعه في مصر وإفريقيا. يشهد عرض أحدث المنظومات العالمية في مجال التسليح والتقنيات المرتبطة به. ينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة كلاريون العالمية، التي تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي، خاصة وأنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 300 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بحسب ما أكده وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار. ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن المؤسسة العسكرية المصرية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح هذا الحدث الهام، والذي سيتم من خلاله النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ويحظى المعرض باهتمام كبير من القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما شدد عليه اللواء أركان حرب الطارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة. لقد أولت القيادة السياسية المصرية اهتماما خاصا بتطبيق مفاهيم التنمية الشاملة والعمل على زيادة القوى المحركة لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر القائم على شراكة إقليمية ودولية. لذا أود أن أسلط الضوء على الصناعات العسكرية بأنها مورد هام للنمو الاقتصادي في ظل التنامي المستمر في أسواق التسليح العالمية. رئيس شركة كلاريون للدفاع والأمن قال خلال المؤتمر أن تنظيم المعرض في مصر يعد فرصة جيدة لتكوين شراكات بين الشركات المصرية والشركات العالمية. المعرض المخطط له أن يقام كل عامين سيوفر أفضل الفرص المتاحة للعارضين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى كونه سيطرح أبرز ما تم عرضه من الصناعات الدفاعية والعسكرية، لتكون مصر حاضرة في المعارض العسكرية كغيرها من المعارض الدولية، وتشكل نقطة التقاء عالمي جديدة في أرض الكنانة. وحول هذا المعرض معنا عبر الهاتف الأستاذ أشرف فوزي، وكيل شركة ريما مارين انترناشونال، وممثل شركة زوبياك ايروسبيس للصناعات العسكرية، وممثل شركة يونايتد أستيت للصناعات العسكرية أيضا. بداية، أهلا بك أستاذ أشرف. أهلا بك. ما هي الأهمية التي يمثلها تنظيم المعرض المصري الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية، والذي ستجرى فعاليته خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 برأيك؟ بالتأكيد دي أهمية على مستوى عالمي، وحاجة كنا نتمناها من زمان، وإحنا كنا من سنين طويلة بنطلع معارض في الخارج في لندن والأيدكس في أبو ظبي وموسكو في روسيا. فبالتأكيد طبعا لما نجد
ان الموضوع ده هتقوم بيه جمهوريه مصر العربيه، والواحد كمصري وفي ظل الظروف السياسيه اللي احنا تعرضناها لها الفتره اللي فاتت دي كلها، ومع الرئيس كل بنحس ان هو بيقدم كل جديد، طبعا يتضمن شيء زي ده، فده شيء طبعا يبهجنا ويخلينا نظهر بصوره مشرفه جدا جدا ونفتخر قدام الدنيا كلها، بدل ما احنا كل شويه بنطلع بره قدام العالم ان احنا زائرين. طبعا الموضوع كومبليتلي ديفرنت، يعني ان هو لازم هنبقى احنا منظمين. ده طبعا ده شيء حاجه تشرف، ولازم تخلي كل واحد مننا يكون بعباره بسيطه قوي عبد الفتاح السيسي في مكانه. الارباح فقط اقتصاديه ام ايضا سياسيه؟ سياسيه اكثر منها اقتصاديه. اذا تفضل. لا بقول لحضرتك هي سياسيه طبعا في المقام نعم. الاول. ما اذا ما الذي تمثله هكذا مؤتمرات عندما تقام في افريقيا لاول مره ويكون في مصر؟ افريقيا بالنسبه للعالم الخارجي والعالم والدول العظمى بيسموها العالم الثالث. كون ان مصر انها تبدا بخطوه زي دي، احنا حطينا اكس، شطبنا كلمه العالم الثالث دي، انتهينا خلاص. الموضوع لابد ان هو مصر تتحط في تصنيف جديد. ده مش بمزاج حد، لا احنا اجبرناهم ان هم يعملوا الكلام. نعم. على كل الاحوال شكرا جزيلا الاستاذ اشرف فوزي، وكيل شركه ريما مارين انترناشونال، وممثل شركه زوبياك ايرو سبيس للصناعات العسكريه، وممثل شركه يونايتد اسيت للصناعات العسكري، ايضا كنت معي عبر الهاتف. شكرا جزيلا على هذه المداخله. وصل الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الى العاصمه القبرصيه نيقوسيا في مستهل زيارته الرسميه والتي تستغرق اياما عده، بدعوه من وزير الدفاع القبرصي كريستوفوروس فيكياكيدس. ومن المنتظر أن يجري القائد العام مباحثات عدة مع كبار المسؤولين في الدولة والقوات المسلحة القبرصية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. تمكنت عناصر من القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر، ذلك باعتراض إحدى السفن بعد ورود معلومات حول قيامها بعملية تهريب للمواد المخدرة. أسفر التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الأيس تقدر بسبعة كيلوغرامات من المادة الفعالة لتصنيع المخدرات، وتم القبض على طاقم السفينة المكون من 10 أفراد من جنسيات مختلفة واقتياد المهربين والمضبوطات إلى أقرب نقطة بحرية لتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. افتتح اليوم وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار وحدة لأبحاث القلب التداخلية وجراحة القلب والصدر في المركز الطبي التخصصي. وأوضح العصار أن وحدة أبحاث القلب التداخلية تشمل افتتاح قسم جديد لقسطرة القلب إلى جانب تطوير القسم القديم للقسطرة ورفع كفاءة وحدة جراحة القلب والصدر بالمركز الطبي. وأضاف أن افتتاح الوحدة الجديدة يأتي انطلاقا من حرص وزارة الإنتاج الحربي على تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمة الطبية المتميزة وبأبسط الأسعار. أعلنت هيئة كبار العلماء رفضها القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية بشأن القدس، مؤكدة أن مثل هذه القرارات ليس لها أي سند تاريخي أو قانوني. وعقب اجتماع طارئ برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، شددت الهيئة في بيان لها على أن مثل هذه القرارات لن تغير على أرض الواقع شيئا، داعية جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإبطال هذه القرارات. وأكدت الهيئة أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض بحسب ما جاء في البيان.
حول البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، معنا هاتفيا الدكتور عبد الغني هندي مقرر لجنة الحوار في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مرحبا بك دكتور. بيان قوي الذي صدر عن اجتماع الهيئة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كيف قرأتم هذا البيان وما هي أهم البنود والمقررات التي جاءت فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو من أول بداية الأزمة أعتقد أن حضرتك وكل السادة المشاهدين يتفقوا على أن موقف الأزهر كان واضح من اللحظة الأولى، وموقف فضيلة الإمام الأكبر في رفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي كان بشكل واضح، وده حقيقي بيتفق مع موقف الأزهر التاريخي بالنسبة للقضية تهم كل العالم الإسلامي، بل تهم في الحقيقة كل العالم الحر، و لا ولا أقول هنا المسيحيين والمسلمين فقط، ولكن كل العالم الحر، وقضية أن هناك دولة تحتل أرض وضعت لها قواعد جديدة في القانون الدولي، وهي قواعد ليس لها علاقة ولا بالمواثيق ولا بالأعراف، وهي الفاعلية، أنها إذا كانت تمارس السيطرة على الأرض فهي التي تمارس كل شيء حتى الاعتراف القانوني والاعتراف الدولي. وفي الحقيقة أن موقف الأزهر الشريف وموقف الدولة الوطنية المصرية، ودعيني أؤكد هنا أن موقف الأزهر هو نابع من موقف الدولة الوطنية المصرية في تحملها مسؤولية الدفاع عن الأقصى منذ اللحظات الأولى. دعيني أؤكد على أن الأزهر والأوقاف المصرية لا زالت موجود بدفاترها إلى الآن، وقف لعمارة المسجد الأقصى ولعمار قبة المسجد الأقصى. نعم. الفاتورة التي تحملتها الدولة الوطنية المصرية متمثلة في الدولة الوطنية، لا ينكر أحد الموقف الثابت للدولة الوطنية المصرية بالنسبة لقضية الأقصى، وبالنسبة لقضية القدس، وبالنسبة لقضية الدولة المعتدية على السيادة الفلسطينية. أعتقد أن من أهم ما نص عليه هذا القرار هو أولا أن الدولة المعتدية المغتصبة للأراضي ليس من حقها أن تمارس أي سيادة على الأرض، لأنها في الحقيقة دولة مغتصبة. والأزهر في بيانه يذكرنا بأن الدولة الإسرائيلية المغتصبة لا تمتلك أي حق على الأرض بالنسبة للقدس. ثم البيان له إشارة في غاية الأهمية، وهي الإشارة التاريخية بالنسبة للقدس وبالنسبة للمسجد الأقصى، أولى القبلتين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أكد البيان وأكد الأزهر في وثيقته عام 2011 على الحق التاريخي. لا. ليس وفقط بعد الإسلام، وليس وفقط بعد الفتح الإسلامي. لا. وليس وفقط عندما ذهب الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت المقدس، ولكن من اللحظات الأولى التي نشأ فيها التاريخ من الدولة الكنعانية، وعبر التاريخ الذي نص فيه هيرودوت الذي زار فلسطين ولم يشير من قريب أو من بعيد لما يعرف بأن هناك دولة إسرائيلية، وأن اسم أورشليم الذي هو كان في الحقيقة أورشليم نسبة إلى الدولة الكنعانية، الذي وضح في وثيقة الأزهر التي التصقت بهذا البيان في إشارة تاريخية في غاية الأهمية، على حسم الجدل التاريخي والتوضيح لكل السادة المشاهدين أننا أمام دولة عربية، وأننا أمام عاصمة تاريخية لأمة عربية بامتياز، وأن لا يمكن التفاوض في أي حال من الأحوال على هوية القدس العربية الإسلامية التي تحتضن كل الأديان، لا يمكن التفاوض بأي حال من الأحوال. إذن هي خطوات مهمة قام بها الأزهر الشريف، نتمنى من بقية المنظمات الإسلامية أن تنتهج نفس هذا النهج. أشكركم جزيل الشكر دكتور عبد الغني هندي مقرر لجنة الحوار في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى اسطنبول للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامية، والتي تقرر عقدها بشكل عاجل للتعامل مع تبعات القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن شكري سيستعرض خلال القمة الموقف المصري الرافض للقرار ولأية آثار مترتبة عليها، ومحصلة الاتصالات التي قامت بها مصر للحد من التبعات السلبية لهذا القرار، وآخرها القمة المصرية الفلسطينية التي عقدت بالأمس بين رئيسين السيسي وأبو مازن.
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدول الإسلامية قادرة على تقديم رؤية ونظرية متكاملة للسلم العالمي تقوم على أسس إنسانية خالصة تؤمن بحق الإنسان في حرية المعتقد وفي الحفاظ على دمه وعرضه وماله. وخلال رئاسته لجلسة رؤية إسلامية للسلم العالمي في مؤتمر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، قال جمعة إن كل الدماء حرام وكل الأعراض مصانة وكل الأموال محفوظة، وأشار إلى أن التنوع والاختلاف سنة من سنن الله الكونية الراسخة، ما يستدعي أن يكون هناك تعاون في ضوء المشترك الإنساني وأن يحل الحوار والتواصل محل الصراع والتصادم. شهد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركة مصر لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية إيسيرف. بموجب هذا البروتوكول سيتم الاستفادة من خبرات طرفيه في إحداث التكامل بين منصة تبادل الخدمات الحكومية الإلكترونية وبوابة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية. ومن جهته أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن البروتوكول يأتي تنفيذا للسياسات العامة للدولة المصرية والتي تستهدف تقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة ومتكاملة لخدمة المجتمع وعناصره المختلفة. بحث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة الدولة السويسرية لشؤون الاقتصاد ماري كابريل استراتيجية التعاون السويسري في مصر 2017-2020. وفي السياق أكد مدبولي حرص الحكومة على استكمال برنامج تطوير المنافذ وفق الخطط الموضوعية والبرامج الزمنية المحددة. وخلال اجتماعه اليوم عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية لمتابعة البرنامج التنفيذي لتطوير جميع المنافذ الحدودية، شدد مدبولي على أهمية إحكام السيطرة على جميع المنافذ لضبط حركة الصادرات والواردات ومواجهة عمليات التهريب للحفاظ على الاقتصاد الوطني. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة إن المحطات النووية المقرر إنشاؤها في الضبعة تتضمن 4 مفاعلات نووية تضيف قدرات 4800 ميجا وات، ومشيرا إلى أن المفاعل الأول يدخل الخدمة عام 2026 فيما يبدأ المفاعل الثاني بعد 6 أشهر من دخول المفاعل الأول. وفي تصريحات له أوضح حمزة أن عقد إنشاء المحطة تضمن بندا مهما للغاية، حيث إن نسبة المساهمة المحلية في المفاعل الأول من 20 ل 25%، فيما تتزايد هذه النسبة مع الوحدات المتتابعة حيث تصل إلى 35% في المفاعل الرابع، مؤكدا أن هذه المشاركة مهمة للغاية كونها تساهم في تحديث وتطوير الصناعات المصرية، ما يساعد على إدخال صناعات جديدة سترفع من جودة الصناعة المصرية، خاصة وأن الصناعات النووية هي أعلى جودة مطلوبة. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتعزيز النظام التجاري العالمي، خاصة في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة السياسات الحمائية. وخلال كلمة في فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حاليا بالعاصمة الأرجنتينية بونس آيرس، أشار قبيل إلى دعم مصر للنظام التجاري متعدد الأطراف ورفضها لأي ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية بما ينعكس على انسياب حركة التبادل التجاري العالمي. أعلنت وزارة الصحة وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث انهيار منزلين، الأول من 5 طوابق انهار بالكامل، والثاني انهيار طابقين من 3 بمنطقة رود الفرج بالقاهرة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب6 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى الساحل التعليمي، مشيرا إلى أن حالات المصابين تفاوتت ما بين الاشتباه في ارتجاج وجروح وسحاجات وكدمات وكسور، لافتا إلى أن حالتي الوفاة لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام وسيدة تبلغ 50 عاما.
افتتح اليوم محافظ الإسكندرية محمد سلطان قسم العناية المركزة المتطورة في مستشفى الصدر بكوم الشقافة غرب الإسكندرية، وذلك بحضور محافظ روتاري مصر حمادة زهران. هذا وأعلن محافظ الإسكندرية أنه تم تجهيز العناية المركزة بأجهزة طبية جديدة وأجهزة أكسجين جديدة تشمل مونيتور لمؤشرات النبض والضغط وإضافة جناح ملحق لاستراحة الأطباء مزود باحتياجاتهم المعيشية. من جانبه أوضح حمادة زهران أن روتاري مصر تعمل على العديد من المشاريع الصحية والتعليمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين بعد استهداف دراجتهما النارية من قبل طائرة إسرائيلية من دون طيار ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تزامن ذلك مع اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال ومحتجين غاضبين على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. أذا وقالت مصادر أن المواجهات دارت في المدخل الشمالي لبيت لحم وفي مفرق بين عينون أو بيت عينون. كذلك اندلعت مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال في محيط المدارس ببلدة تقوع شرق المحافظة جنوب الضفة الغربية المحتلة. ووفقا للمصادر فقد سقط جرحى نتيجة استخدام الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما جرى اعتقال عدد من الشباب لترتفع حصيلة الاعتقالات خلال الخمسة أيام الأخيرة إلى 200 فلسطيني. طلب النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستثمار مناسبة القمة الإسلامية المقررة يوم الأربعاء في اسطنبول وإعلان إنهاء الانقسام الوطني نهائيا وبكل مظاهره وظلمه والتحلل التام من اتفاقية أوسلو وكل مترتباتها القانونية والسياسية والأمنية، وإعلان فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية دولة تحت الاحتلال، ودعوة الأشقاء كافة والأصدقاء للاعتراف رسميا بدولتنا وعاصمتنا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012. كما دعا دحلان الرئيس الفلسطيني لعدم التفريط في تلك اللحظات الاستثنائية تحت وهم سلام مزيف. وفي البيان قال دحلان إن محاولة المساس بملف القدس أعادت شحذ عقول ومشاعر الأجيال الجديدة بجذور وأصل الحقيقة بعد مرحلة من الركود والجمود والإهمال. وطلب بمضاعفة الحراك الشعبي السلمي إلى جانب العمل السياسي والدبلوماسي المكثف مع ضرورة الامتناع التام عن استخدام السلاح في هذه المواجهة لتجنب الانجرار وراء مخططات الاحتلال الرامية إلى تأجيج دوامة عنف جديدة تغطي بها هزيمة قرار ترامب. حول بيان النائب محمد دحلان معنا هاتفيا الأستاذ ماهر مقداد القيادي في حركة فتح. أحييك أستاذ ماهر، جملة من المحددات والخطوات إذن طرحها القيادي الفلسطيني محمد دحلان لمواجهة القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، من بينها دعوته الرئيس عباس إلى استغلال هذه اللحظات التاريخية وإنهاء الانقسام الموجود، هل برأيكم سيستجيب الرئيس عباس وينتهز هذه الفرصة فعلا؟ أولا أنا أتمنى أن يستجيب، يعني هذا الموقف الوطني المتقدم من الأخ محمد دحلان وهو أكبر خصوم أبو مازن السياسيين يعكس يعني مستوى متقدم من المسؤولية الوطنية وشعور بخطورة اللحظة، وبالتالي هذا الأمر متروك للرئيس أبو مازن. وأنا شخصيا يعني كمواطن فلسطيني أعتقد أنه ليس أمامه خيار إلا أن يلب الشمل الفلسطيني سواء داخل حركة فتح أو حتى إنهاء الانقسام فيما يتعلق بالعلاقة مع حماس وقطاع غزة وتوحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه اللحظات الحاسمة القادمة في إطار برنامج وطني واضح ومحدد، لأنه حتى اللحظة الموقف الفلسطيني هو مبهم غير واضح. الشعب الفلسطيني لا يعرف ماذا تريد القيادة وكيف ستواجه هذه المعضلة الخطيرة. على كل الأصعدة ليست الداخلية فقط، هناك احتمال وإمكانية فعلا كبيرة إلى تحويل هذه المحنة إلى منحة حقيقية يستفاد منها الشعب الفلسطيني قبل أي أحد. هذا واضح، يعني ربما قبل هذه الأحداث كانت القضية الفلسطينية غائبة أو مغيبة في كثير من المحافل حتى العربية منها. الآن نحن أمام يعني لحظة يمكن أن نلتقط
هذه العوده، عوده الروح الى القضيه الفلسطينيه من جديد، والتفاعل والتعاطي معها حتى على المستوى الدولي. لدينا مواقف متقدمه من الاتحاد الاوروبي، من بريطانيا، من غير يعني اطراف عديده جدا احيت القضيه الفلسطينيه. اذا تعاملنا بمسؤوليه مع ما يدور الان، اذا هذه هديه قدمت من ترامب للشعب الفلسطيني من جديد، واذا اسعنا التعامل معها نكون قد اعدنا الشعب الفلسطيني الى خطوات كثيره الى الوراء. هذا مطلوب من القيادة، أن تتعامل بمسؤولية كبيرة وأن تستفيد من حالة الهياج الشعبي الفلسطيني والعربي والدولي لتحوله إلى صالح الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك أستاذ ماهر على انضمامك لنا. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعية اعتبر الحمدالله أن القرار الأمريكي ظالما ويشمل أو يشكل انتهاكا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل مسؤولياتها والدفاع عن القدس، كما دعا دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمتها. وخلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة على أنه لا تنازل أو مساومة على عروبة القدس ومقدساتها مهما كان الثمن. فلسطينيا أيضا تظاهر العشرات من موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 أمام مجلس الوزراء الفلسطيني للمطالبة بصرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد الموظفون أن حقوقهم لا تقبل التنازل، مستنكرين مماطلة الحكومة في صرف رواتبهم. بدورها حذرت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة من ثورة حقيقية للموظفين لانتزاع حقوقهم، وطلبت الحملة برحيل الحكومة التي يترأسها رامي الحمدالله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. أعلنت الخارجية الروسية مغادرة جميع موظفيها من العاصمة اليمنية صنعاء بسبب الأوضاع الأمنية هناك، مؤكدة تعليق تمثيلها الدبلوماسي في اليمن وأن البعثة ستؤدي مهامها من العاصمة السعودية الرياض. وفي سياق منفصل أعلن الجيش اليمني أن عددا من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم جراء غارات مقاتلات التحالف العربي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية. وقال مصدر عسكري إن علي محمد سليمان حليصي ونادر حميد قاسم هيكل، إضافة إلى أحد أبرز القيادات الحوثية المسؤولة عن تركيب الصواريخ، لقوا مصرعهم بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، مضيفا أن القيادية الحوثية عبد الرحمن محمد الدحن وآخرين كانوا برفقته لقوا مصرعهم بغارات مماثلة استهدفت مواقع للحوثيين على خط التحيط. أفادت تقارير بأن المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا أبلغ الوفد السوري المعارض في جنيف بأن تبديل النظام السوري يتم عبر الدستور أو الانتخابات، وطلب الوفد بقبول مناقشة سلة الدستور فقط. ووفقا للتقارير فقد كشف دي مستورا للمعارضة أنها لا تمتلك أي دعم دولي حتى الآن، لافتا إلى أن وفد الحكومة السورية رفض مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد. ونقلت التقارير عن دي مستورا إبلاغ المعارضة أن فشل جنيف يعني استبداله بمؤتمر السوتشي. أعلن الكرملين أن عملية إنقاذ سوريا انتهت ولا حاجة إلا الإبقاء على قوة عسكرية كبيرة هناك. وفي تصريحات له استبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف احتمال هجوم مضاد لداعش مثل ما حدث في تدمر قبل عام، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا تغير جذريا، مضيفا أن موسكو ستواصل دعم الحكومة الشرعية في سوريا. وفي الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن وصول كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية من سوريا بموجب قرار الرئيس فلاديمير بوتين سحب القوات الروسية من سوريا. فككت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في موسكو خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية. وأوضح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بارتينكوف خلال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب أنه تم العثور على أجهزة متفجرة ذاتية الصنع وأسلحة نارية وذخائر، وتم تدمير مختبر لتصنيع مواد إرهابية
إضافة إلى إحباط 18 عملية إرهابية ضخمة في روسيا خلال عام 2017. حث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الدول الغنية والشركات العالمية على زيادة تمويل المناخ لتسريع جهود مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض ودعم الدول الأكثر فقرا في مواجهة آثار التغير المناخي. وعلى هامش أعمال مؤتمر المناخ المنعقد في باريس تحت عنوان قمة الكوكب الواحد، قال ماكرون إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 كان أمرا عدائيا. متجاهلا الغائبين مهتما بشؤون الكوكب والحاضرين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيادة تمويل المناخ لتسريع جهود مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض ودعم الدول الأكثر فقرا في مواجهة آثار التغير المناخي. كلام ماكرون لم تسمعه أكثر الدول تأثيرا بالسلب على المناخ التي تغيبت عن قمة الكوكب الواحد التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب المنسحب من اتفاق باريس للمناخ في يونيو الماضي، كما غاب كذلك رؤساء الصين والهند والبرازيل وروسيا وكندا إضافة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. برنامج القمة تضمن بحث تغيير حجم التمويل للعمل المناخي وكيفية تحضير التمويل من أجل اقتصاد مستدام وتسريع التحرك المحلي والإقليمي لصالح المناخ وتعزيز السياسات الحكومية لدعم التحول البيئي. الاهتمام بمعالجة المناخ والاحتباس الحراري لم يبدأ من هذه القمة، وإنما بدأ منذ أن تعهدت الدول الغنية عام 2009 بجمع 100 مليار دولار كل عام كتمويل مرتبط بالمناخ يخصص للدول النامية من عام 2020. هذه الاتجاهات لتخفيض الانبعاثات الحرارية أسفرت عن جمع 67 مليار دولار من التمويل الحكومي في عام 2015 بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما تقدر وكالة الطاقة الدولية أنه سيكون هناك حاجة لاستثمارات تقدر بنحو 3.5 تريليون دولار كل عام في قطاع الطاقة حتى 2050 لإبقاء الاحتباس الحراري تحت حد درجتين مئويتين وهو ما يعادل ضعف الإنفاق الحالي. ومع ذلك لم يحضر الأكثر تأثيرا للقمة التي ما زالت تبحث علاج المناخ. الأخبار الاقتصاد، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة اليوم وصعد المؤشر الرئيس إلى المنطقة الخضراء بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب. ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 7.8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 813 مليار جنيه. وأصعد المؤشر الرئيس للبورصة EGX 30 بنسبة 1.13%. وارتفع مؤشر EGX 50 بنسبة 1.3%. تفقد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز يرافقه رئيس الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير تفقد مشروع إنشاء فرع مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر. واطلع وزير الشباب ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على رسومات الهندسية الخاصة بإنشاءات مشروع المركز والتي تضم مختلف المرافق الرياضية. من جهتهم وعد مسؤول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من جميع الأعمال خلال شهر يوليو القادم. دائما تبقى في نهاية النشرة تذكرة بأهم عناوينها. في حدث هو الأول من نوعه في مصر والقارة الإفريقية، القوات المسلحة تنظم المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية العام المقبل. شهدان في قصف إسرائيلي شمالي غزة، ودحلان يطالب عباس بالإقلاع عن الغموض والتردد وإعلان إنهاء الانقسام الوطني. والكرملين يؤكد أن عملية إنقاذ سوريا قد انتهت وأن موسكو ستواصل دعم الحكومة الشرعية السورية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى اللحظة. نشكركم على طيب متابعتكم لجولتنا الإخبارية. إلى اللقاء. السلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.